نعم يسبك، في الحقيقة قبل دقائق من الآن بدأت جلسة الافتتاح الرسمية لمفاوضات جنيف 4، والصورة الشهيرة المنتظرة حصلت. جلس وفداء النظام والمعارضة على طاولة واحدة برعاية الأمم المتحدة، ولكن في الوقت نفسه لا يجب التعويل كثيرا على هذه الصورة التي رأيناها أيضا في أستانا عندما جلس الوفدان على طاولة واحدة، والعبرة ستكون في ما بعد جلسة الافتتاح. الجلسة الافتتاحية هي يعني للشكل جيدة هذه الصورة، ولكن طبعا في المرحلة الثانية تكمن العقبات. العقبة الأساسية إذا أردنا يعني الحديث عنها هي موضوع وفد المعارضة التي يعني طيلت هذا النهار كانت الكل ينتظر لمعرفة ولا على الأعمال على أساس يعني هذا النهار لازم يكون يعني مخصص لمعرفة ما هي العقبات في عناوين المفاوضات، وإذ بالأمور تتحول من سيمثل وفد المعارضة في هذه المحادثات، وفد واحد أم عدة وفود. الآن يعني حصلت على معلومة من داخل قاعة المفاوضات، سألت عن الطريقة التي جلس فيها ممثلون عن منصتي موسكو والقاهرة داخل القاعة، لأن المعارضة كانت تعترض على وفد الهيئة العليا للمفاوضات كان يعترض على جلوس منصتي موسكو والقاهرة إلى جانب هذا الوفد المعارض، وأفدت بأن وفدي الممثلين لمنصتي موسكو والقاهرة جلسا في يعني مركز مخصص لجلوس المراقبين والسفراء الأجانب. قد تكون هذا يعني في الشكل حلت عقدة الجلسة الافتتاحية، ولكن كما ذكرت يسبق تبقى العبرة في المرحلة المقبلة في الساعات المقبلة، وما إذا كانت هذه المفاوضات ستكمل أم أنها ستنفجر عند نقطة تمثيل وفد المعارضة، خصوصا أن مصادر الجيش الحر كانت أعلنت قبيل الإعلان بأن وفد الهيئة العليا للمفاوضات سيشارك مع وفدي منصتي موسكو والقاهرة أنها لا توافق، الجيش الحر لا يوافق على هذه الصيغة من المشاركة. في أي حال طيلة هذا النهار كنا أعدينا التقرير عما حصل بخصوص الساعات الأولى من انطلاق هذه المفاوضات في جنيف 4، سنتابعها في هذا التقرير. مشهد انقسام المعارضة طغى على الساعات الأولى التي سبقت انطلاق الجلسة الرسمية لجنيف 4، وفي اجتماعات قبل الظهر التقى دمستورة في موعدين منفصلين رئيس وفد المعارضة نصر الحريري ثم جهاد المقدسي وجمال سليمان اللذين يمثلان ما يعرف بمنصة القاهرة، وقد وصلا إلى مبنى الأمم المتحدة قبل مغادرة نصر الحريري، ولم يعرف ما إذا كانا التقياه بمسعى من دمستورة. أما أول الواصلين صباحا للقاء دمستورة فكان رئيس وفد النظام بشار الجعفري الذي غادر بعد نحو دقيقة من وصول رئيس وفد المعارضة نصر الحريري، ولم نعرف ما إذا كانت عينه قد وقعت عليه وإن صدفة. المحادثات الجانبية كانت سبقت انطلاق الجلسات الرئيسية للمفاوضات، هذه الجلسات التي يلف تفاصيل برنامجها غموض بناء أراده دمستورة لتخطي شياطين التفاصيل. كل الأسئلة التي تطرح على الوفود المشاركة والراعية لمحادثات جنيف 4 تلقى عليها الجواب نفسه، إنها ترتكز على القرار 2254، فهذا القرار الدولي الشهير الذي صدر أواخر العام 2015 يجد فيه كل فريق ما يريده ويختار منه ما يناسبه من بنود. فما هي أهم بنود هذا القرار؟ أولا التأكيد على قيام هيئة حكم انتقالي شاملة بصلاحيات تنفيذية كاملة، وهذا البند ترى فيه المعارضة أنه يعني نهاية حقبة الأسد، لكن النظام يدحض هذا التفسير مرتكزا إلى بند آخر في القرار يحفظ دور النظام، إذ يتحدث عن دعوة ممثلي الحكومة والمعارضة للتفاوض حول عملية انتقال سياسي وتشكيل حكومة شاملة. حتى دمستورة يمكن أن يجد في هذا القرار ما يمكنه من حشر المعارضة إذا أراد، وتبرير دعوته لمنصات معارضة إضافية مثل معارضة القاهرة ومعارضة موسكو، إذ إن القرار 2254 يضم أيضا بندا يتحدث عن جمع أوسع طيف من المعارضة للمشاركة بعمليات التفاوض. كل هذا يجعل إمكانية تسهيل المفاوضات كما عرقلتها ممكنة استنادا إلى القرار الدولي 2254 بمروحة بنوده المتشعبة والغامضة أحياناً.